طيب نذهب إلى تونس، نتابع من هناك كيف هي الأمور، نظرا أيضا إلى أنه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على منح مبلغ لتونس في هذا التوقيت. من تونس ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ فرح شندول. أستاذ فرح أهلا بك معنا. يعني بالفعل وافق مجلس أو صندوق النقد الدولي بمنح 743 مليون دولار لمواجهة كورونا في تونس. نتكلم تقريبا عن كيف يمكن أن ينعش هذا المبلغ بالفعل الوضع الآن في الداخل التونسي. مساء الخير بداية لك ولكل السادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل كما قلت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وافق على منح تونس هذه المساعدة 440 مليون دولار في إطار هذا الجهد الدولي، كما كان يتحدث الدكتور منذ قليل، هو جهد دولي يجب أن يتدعى من أجل محاربة جماعية لهذا الفيروس. لا يعني شيئا بالنسبة للدولة مهما كانت قوية أنها تحمي نفسها وتجهز نفسها فيما الدول الأخرى مصابة بهذا الفيروس. الفيروس انطلق من مدينة ووهان في الصين على بعد آلاف الكيلومترات فضرب العالم كامل، فبالتالي التعاون يجب أن يكون جماعيا ودوليا بحتا. هذه هي المقاربة كانت طرحتها تونس منذ فترة. رئيس التونسي الأستاذ قيس سعيد قال أن تونس في مجلس الأمن الدولي حاليا وطرحت هذه المبادرة ونقشها مع عدد من الرؤساء، لأن المقاربة يجب أن تكون جماعية. تدخل المانحين الدوليين صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يجب أن يكون حاسما في هذه الفترة من أجل المساعدة، مساعدة الدول الفقيرة المهددة بتفشي كبير لهذا الفيروس، مع وجود آليات لمراقبة صرف واعتماد هذه المساعدات حتى تذهب بالفعل إلى مستحقيها إلى مسألة البحث العلمي. ما تتفوق به الدول الكبيرة حاليا أو الغنية حاليا هو إمكانياتها الطبية المتطورة مقارنة بالدول النامية، لكن هذا التطور لا يحجب نقص في مسألة أسرة الإرعاش وأجهزة التنفس، وهذا ما لاحظناه في إسبانيا ولاحظناه في إيطاليا ولاحظناه في فرنسا، فما بالك في دول نامية أخرى. توجيه هذه الأموال يجب أن يركز أولا على توفير وسائل العلاج، وسائل كذلك البحث والتقصي، وسائل التحليل، لأنه عندما نتحدث في فرنسا يكتشفون آلاف الحالات في اليوم أو مئات الحالات في اليوم، لأنهم يقومون بتشخيصات تتجاوز 10,000 شخص في الدول النامية. أستاذ فرح، هي فعلا هذه الأوجه التي يعني كما حضرتك تعلم طبعا هي بشروط صندوق النقد، ولكن أبرز تداعيات هذه الجائحة على تونس أو على الاقتصاد التونسي حتى الآن كيف يمكن أن تصفها؟ تونس ليست بمعزل منها عما يحدث في العالم، هي جائحة كونية كل بلد يتصرف فيها بحدود في حدود إمكانياته وفي حدود ما يمكن أن يوفره لنفسه من الدول الأخرى أو حتى من مواطنيه. تونس تعاملت مع هذه المسألة بواقعية، كانت صارحت مواطنيها منذ اليوم الأول. الحكومة تجتهد بإمكانياتها البسيطة. في تونس عندنا قطاع طبي، عندنا كفاءات طبية الحمد لله مشهود لها بالكفاءة معناها سواء تونسيا أو دوليا، لكن ما ينقص تونس هو البنى التحتية للصحة العمومية، الصحة، مؤسسات الصحة الحكومية تشكو نقص في الإمكانيات، نقص في الأجهزة. هناك هبة شعبية تطوعية لمساعدة هذه المؤسسات، وهناك صندوق جعل لهذه المسألة حاليا فيه مبلغ محترم في حوالي 30 مليون دولار، لكن دائما تبقى الإمكانيات هي التي تعوز تونس الإمكانيات اللوجستية، لكن رغم ذلك بهذه الإمكانيات البسيطة نجحت إلى حد ما في مكافحة تفشي هذا الفيروس. ربما بعض الأخطاء حدثت في مستوى عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي، تونس كانت من أول الدول التي أعلنت الحجر الصحي، وإن شاء الله القادم أفضل. يعني حالها كحال كل دول العالم. شكرا لك أستاذ فرح شندول الكاتب الصحفي معنا من تونس.